موضوع ورش الكتابة الآن للدراما، يمكن يعني الناس طبعا سمعت كثير كلمة ورشة كتابة إلى آخره، ويعني موضوع أنه في مجموعة بتكتب مع بعض، كيف يحدث هذا التلاقي؟ يعني هي ليها كذا طريقة طبعا في الآخر، بس هو الهدف من ورشة الكتابة أن في مجموعة بتكتب مع بعض بناء على أعداد عصف ذهني، بيقعدوا يعملوا برينستورمينج على الأفكار وعلى مع الشخصيات. المؤلف مع المخرج بالأساس الفريق الكتابة مع بعضه، ثم كل مرحلة كده يقعدوا مع المخرج يقولوا له احنا بنعمل واحد اتنين تلاتة رأيك ايه، يتناقشوا. بس هما في الآخر بيبقوا كيان، مش بالضرورة الفريق كله بيقابل المخرج مثلا، ممكن يبقى رئيس فريق الكتابة بس هو اللي بيتواصل مع المخرج عشان يقول له والله احنا وصلنا لكذا وهنعمل الشخصيات بالطريقة الفلانية، فيتناقشوا ثم يرجع لفريق الكتابة يقول لهم انا اتناقشت مع المخرج وهنعمل واحد اتنين تلاتة، فيقود بقية الكتاب ان هم يحققوا وجهة النظر اللي اتفق عليها مع المخرج. أيوة. وبالتالي غالبا بيبقى دايما في هذا القائد للفريق، انه في حد هو المسؤول عن الكتاب ومسؤول انه بالذات في التلفزيون ان أيوة. الحلقات تطلع مظبوطة، تون الشخصيات أو طريقة كلامهم موحدة، ما نحسش بفرق من حلقة للتانية، يعني المفروض المتفرج ما يحسش إن أكتر من شخص كتبه. هل هذه الطريقة في الكتابة الدرامية أضافت لعالم الدراما؟ أتصور ماذا أضافت؟ أولا إنه وجود أكتر من عقل بيفكر على الترابيزة بيدي غنى أكتر، وجهات نظر بتبص للموضوع من أكتر من جهة، فبيخلي الموضوع يعني في وجهات نظر متعددة. أحيانا بيبقى طب من ينتصر في النهاية؟ من يعني يتبنى وجهة النظر الأخيرة؟ عامة بيبقى قائد الفريق اللي هو في الغالب هيبقى صاحب الفكرة أو هو الأب الروحي للمشروع فيما يخص الجزء بتاع الكتابة. يعني مسألة صعبة؟ هي صعبة، لكن لو الناس متعودة على العمل الجماعي بتبقى ممتعة جدا. صعبة على اللي مش يعني اللي مش بيرتاح في العمل الجماعي، وده ممكن جدا، فبالتالي بيكتب لوحده. وفي كتاب مهمين جدا بيكتبوا لوحدهم، وفي كتاب مهمين جدا بيكتبوا بورش، فهي يعني ممكن نقول كل شيخ وليه طريقة. صحيح.